إخواني نصيحة، لا تشتروا سيارات صينية، بعدوا عنها، سيارات تعبانة جدا، ألعاب لا فيها تقنية لا فيها كواليتي وممكن تقطعكم بالشارع، فبعدوا عن السيارات الصينية. والغريب أنه أسعارها نفس أسعار الياباني والكوري، بعدوا عنها نهائيا. شانغان وليفان وأسماءهم ما بعرف أسماءهم، يعني خليكن على الياباني والكوري ونفس الأسعار. يعني الصين شاطرة بكفر آيفون، سماعة آيفون، بس سيارات لا، بعدوا عنا نهائيا. أنا دائما بنصحكم، بعطيكم نصايح تهمكم، بعدوا عن السيارات الصينية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي غامزة.